على بيروت ورح نحكي عن معرض فوتوغرافي من تنظيم كلين سيدر لبنان مع باسكال شويري سعد. اهلا وسهلا فيك مدام سعد. التنين الماضي عملتوا معرض وهو من تنظيم كلين سيدر لبنان، المعرض فوتوغرافي، وين نعرضه؟ بأي معرض؟ انعرضوا بالصوفيس تشويس. صوفي سليمة هي اللي عندها هيدا المحل، يعني قدمت لنا كل الفساد اللي هن بيطلعوا 9 فساد من البوتيك تبعيتها لنعرض صور عن لبنان متاخدة من مصورين لبنانيين. فينا نسميهم؟ اكيد طبعا، النشارة بيكونوا المصورين هن منبلش بكلمات النوري، الفريد موسى، عنا ندى كرام، ريمو يزبك وايدي يزبك ابنه، وميشيل تادروس وبيليندا ابراهيم. هن السبعة. يعني كيف جمعتون تقريبا كم صورة صار في بالمعرض؟ يعني كان في 60 صورة بالمعرض عن لبنان، عم نفرجي عدة مناطق من لبنان. نعم بلشنا نشوف الصور. نعم عدة مناطق من لبنان. الصور يعني عن البيئة، عن البيئة، عن خضار لبنان، حسيت الأخضر لحتى شوي نحسس العالم انه بعده لبنان حلو. ان شاء الله بعد لبنان اخضر ببعض المناطق، مش ببيروت، شوي الخضر شوي قال من وراء البنا. عم نشوف عن جد لبنان الاخضر، ويمكن هيدي بالارز، هيدي بالبقاع، هيدي بالبقاع. هيدي من ميشيل تادروس. يعني انتوا رحتوا لعند المصورين وعرفتوا شو الثيم يلي بدكم اياه ولا لا؟ هن اوريدي كانوا عندهم الصور واشتركوا. نحن رحنا عند المصورين وقلنا لهم عندنا هالفكره انه نجمعكم كلكم للفرجة، خلص نعم للفرجة لبنان الأخضر. أوكي بقى مشان هيك نعمل هالمعرض، ويعني هو الفكرة وراء إنه نفرجي لبنان عبر كذا منطقة من لبنان. أوكي. منطقة ايام منا معروفة ايام معروفة، بس منطقة حلوة. يعني جمعتوا المناطق اللي كلها اللبنانية من وراء الفوتوغرافي وجمعتوهم بقلب معرض واحد. هذا المعرض مش بس رح يكون بلبنان، رح ينتقل حتى لبرا. لوين رح ينتقل؟ اول شيء خليني احكيك ليه بدنا ننقله، لانه هيدا معرض هو راعيه رايح للبيئة. نعم يعني نحن تعاقدنا مع اليو ان دي بي انه نعمل مشروع هو شراء فان باص يتنقل على كل المدارس اللبنانية لحتى يسقف ويعمل توعية بيئية عند التلاميذ اللي هن من 7 ل 12 سنة. اوكي هيدا بقلب الباص رح يكون في مختبر بيئي، لأول شيء يعلم لتوفير المي ولتوفير الطاقة، ويعلمهم انه اسس الطاقه المتجدده وكيف يوفروا بالحنفيات. يعني الاسس البيئيه اللي ضروري الاولاد يقعوا عليها. هو مش يمكن في قصص بفتكر حتى الكبار ما بيعرفوا عنا بلبنان، مستهلكه بطريقه مضره جدا. نحن هيدا الشيء بده يعلم الاولاد للي اهله ما بيعرفوا. مزبوط وبيرجعوا الاولاد يعلموا الاهل. اكزاكتلي. ليش لا؟ ما هذا هو، هذا كرمال هيك المدرسه وكرمال هيك هدول خصوص يعني الصفوف الخاصة كرمال يتعلموا الأولاد عن البيئة. مزبوط. هذا كيف رح يصير السيستم؟ هيدا الكونسيبت كل شهر بقلب مدرسة ولا كيف؟ نعم هلا أول شيء نحن بنراعي هيدي المعرض الكونسيبت اللي طلعنا فيه، بدنا نجيب المبلغ اللازم لحتى نعطيه لليو ان دي بي لا نشتري هالباص هيدا، للي هو أول كونسيبت من نوعه. ما بحياته صار فيه هيك كونسيبت انه باص يروح على المدارس ليعلمهم الاسس البيئيه. نعم. يعني هيدا كونسيبت ما انسبق بعد بلبنان وبالبلاد العربيه، هيدا اول واحد ينعمل هون يو ان دي بي بتعمله. هو بتصور جاي الكونسيبت من امريكا. اوكي هيك بيعملوا. بقى هيدا الباص رح يروح خلال برنامج سنتين يعلم المدارس الببليك والبريفي مثل ما قلت لك عن البيئة. حلو، يعني درس بيئة بس بطريقة هيك شوي ترفيهية وشوي فن للأولاد.
مشان يتعلموا اكثر. لاي متى مستمر بلبنان المعرض اول شيء؟ هيدا المعرض مستمر بعد هالجمعه بلبنان. بعدين نحن رح نصدره لكل بلاد العالم اللي في عندهم كوميونيتي ليبانيز. اوكي اوكي. فاول ستيب مثل وين؟ فرنسا؟ هلا بباريس رايحين. اول ستيب رح نعملها بباريس ب اكتوبر. نعم. وبعد باريس رح ينتقل كمان على بلد تاني؟ ايه اكيد. لوين؟ بعد باريس بدنا نروح لندن، بعدين بدنا نروح جنيف. يعني رح نعمل اول شيء اوروب، بعدين ننتقل على امريكا. اه اوكي. يعني هيكون جوله تقريبا لاخر 2012 بالمعرض ولا اكثر؟ اكيد. اه منيح. اكيد، لانه المبلغ هو ما هو هلا هلا 60 صوره ان شاء الله ينباعوا كلهم بلبنان قبل ما توصلوا حتى على باريس. هذا بنتمنى لكم اياه. هونيك بيرجع بتضيفوا صور جديده لل يلي اكيد بدنا نضيف صور، وبدنا نضيف كمان مصورين. لانه هيدا وقت انعمل هالمعرض فتح مجال لكذا مصور يدقوا لي يقولوا لي ليش انا ما كنت عارفه انه حابين يشتركوا هالقد. بقى هلا لتبع باريس عنا اكثر من رح يكون في بال 15 مصور. حلو. معنا اصلا عم نشوف الصور، شيء رائع جدا عن جد. يمكن في مناطق نحن ما بنعرفها، حتى لو كنا لبنانيين ما قصدنا هدول المطارح. مزبوط. الصوره يمكن اكبر دليل مشان تتعرفنا على هدول المطارح. سيده سعد، اهلا وسهلا فيك بحلوه الحياه، ونتمنى لكم كل التوفيق بالنشاطات المقبله اللي رح تقوموا فيها ايضا. مشاهدينا، بريك علينا ومن بعده بنتابع حلوه الحياه.